سعر الدينار الليبي يغلق على ارتفاع مع بداية الأسبوع. أهلا بكم في هذه الفقرة الاقتصادية التي نستعرض فيها أسعار العملات وأسعار بعض المعادن الثمينة بالإضافة إلى أسعار بعض السلع الأساسية في السوق الليبية. ونبدأ باستعراض أسعار العملات، حيث شهد الدينار الليبي ارتفاع يعني نسبي نوعا ما أمام سلة من العملات الرئيسة في السوق الليبية الموازية لهذا اليوم، بداية بسعر الدولار والذي انخفضت قيمته إلى 6 دنانير و380 درهم مقابل الدولار الواحد. بالنسبة لليورو انخفض إلى 7 دنانير و770 درهم. أما الجنيه الاسترليني فقد انخفض قيمته إلى 808 دنانير و650 درهم، في حين ارتفع الدينار التونسي بمعدل 50 درهم عن سعر إغلاقه السابق ليستقر عند 2450 درهم مقابل الدينار الواحد. بالانتقال إلى أسعار المعادن الثمينة بشكل عام، نلاحظ هناك انخفاض في معظم أصناف الذهب، بداية بالذهب عيار 24 الذي انخفض قيمته إلى 253 دينار للجرام الواحد. بالنسبة للذهب عيار 21 انخفض إلى 216 دينار. أما الذهب عيار 18 فقد انخفض إلى 190 دينار، في حين حافظت الفضة على استقرارها عند الدينارين و350 درهم مقابل الجرام الواحد. بالانتقال إلى أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام، نلاحظ أن استقرار نسبي في معظم الأصناف، بداية بكيلو الكسكس الذي يستقر عند 3 دنانير و250 درهم. بالنسبة للمكرونة عند دينار و750 درهم لنصف الكيلو، في حين حافظ الأرز على استقراره عند 3 دنانير و500 درهم للكيلو الواحد. أما زيت الذرة فيستقر عند 3 دنانير و750 درهم للتر الواحد. بالانتقال إلى أسعار اللحوم بشكل عام، نلاحظ هنا استقرار كيلو الخروف عند 34 دينار. بالنسبة للحم البقر يستقر عند 28 دينار. أما لحم الإبل فقد ارتفع بمعدل دينار واحد عن سعر إغلاقه السابق ليستقر عند 34 دينار. أما لحم الدجاج فانخفض بمعدل 250 درهم عن سعر إغلاقه السابق ليستقر عند 12 دينارا للكيلو الواحد. بالانتقال إلى أسعار الخضروات، والتي نلاحظ هنا استقرار في بعضها وانخفاض في بعضها الآخر، بالنسبة لكيلو البصل يستقر عند الدينارين. أما كيلو البطاطا فيستقر عند الدينار الواحد، في حين انخفضت كيلو الطماطم بمعدل 500 درهم عن سعر إغلاقه السابق ليستقر عند الدينارين و500 درهم. وكيلو الخيار أيضا انخفض بمعدل 500 درهم أيضا ليستقر عند 4 دنانير للكيلو الواحد. إذن ننوه أن هذه الأسعار تتفاوت من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ولكن يبقى هذا التفاوت طفيف لا يذكر. هذا كل ما لدينا، وبالعودة إلى باقي الزملاء لاستكمال باقي الفقرات، إليكما عدنان وألاء.